تحية. حنايا مجموعة من المتضررين ملاكي بقعة أرضية بتجزئة طنجة البالية عين عروج، اقتنينا الأراضي وبعد التسليم ديالها سنة 2015 تفاجأنا بأن ما فيهاش الرخص، وعينما نراسلوا المسؤولين في جميع الإدارات، القيادة، الجماعة، الولاية، الوكالة الحضرية، الجامعة الحضرية، لحد الآن حتى واحد ما قدر يحل لنا هذا المشكل اللي هو كيقولوا بأن المقاول تبدل التصميم، وحنا هذا خطأ إداري صرف. بالتالي حنا ما كنتحملوش المسؤوليه ديالو. بالامكان ديال الادارات انها ترجع للسيد مول الارض وتزيرو ويعطينا الرخص ديالنا، انه يرجع التجزئه كما هي باش يقدروا يعطيونا الرخص ديالنا، مع العلم ان هاد البقع الارضيه اللي عدد المتضررين كيفوق 40 متضرر اللي عندهم لي تيتر ديالهم وما قدروش يحصلوا على رخص باش يبنيو السكن ديالهم، والاغلبيه راهم في الديور ديال الكرا. لهذا نناشد السيد الوالي، لان احنا تلاقينا جميع المسؤولين باستثناء السيد الوالي، لهذا نناشد مره اخرى السيد الوالي للتدخل من اجل حل هذا المشكل ورفع هذا الحيف، مع اعمال اعمال مقتضيات الدستور 2011 بربط المسؤوليه بالمحاسبه باش يفتحوا تحقيق في هذا الموضوع، لان هذا التسليم ديال التجزئه تم من طرف واحد اللي هو سيد العمده وقع بوحده، وكيف ان العمده وقع بوحده على هذا التصميم، على تعديل هذا التصميم، وكيف ان السيد المحافظ ديال المدينه حفظ البقع الارضيه غير بناء على التوقيع ديال السيد العمده، مع العلم ان تسليم التجزئات يتم بلجنه ثلاثيه كتضم الولايه والوكاله الحضريه والجماعه الحضريه. وشكرا. احنا مجموعه من ملاك ديال القطاع الارضيه في تجزئه عين عروج الواقعه بطنجه الباليه، تجزئه محفظه وشاريين، عندنا رسوم عقاريه، عندنا رسوم عقاريه، مشينا ندفعوا الرخص ديال البناء ما بغاوش يعطيونا رخص ديال البناء على واحد الخطا ارتكبته الاداره. هذا الخطا هذا ارتكبته الجماعه او المجلس الجماعي السابق، ارتكبوا مع المنعش العقاري اللي شرينا منه حنايا، وحنا ما يمكنش يعني نتحملوا واحد الخطا، نتحملوا واحد الخطا ارتكبته الاداره. هذا الخطا ارتكبته الاداره، وحنايا جينا هنايا نناشد السيد الوالي على يعني باش يوقف معنا في هذا المشكل هذا. دخلنا عند المسؤولين كاملين ابتداء من قسم التعمير، ابتداء من واحد العدد المسؤولين داخل الولايه، داخل الوكاله الحضاريه، في الجامعه ديال الشرف مغوغه سواني، كيوعدونا بشي وعود ولكن ما كيوفيوش بها. حنايا شاريين، عندنا رسوم عقاريه، كنخلصوا ضرائب سنويه ديال ضمنها ضريبه الارض العاريه السنويه، ملي تسلمت التجزئه خلصنا الماليه، خلصنا المحافظه، وبالتالي كنتفاجئوا بهذا المشكل هذا اللي حنايا نعتبر ضحايا في هذا، ضحايا ديال الخطا اللي ارتكبته الاداره. نناشد السيد الوالي باش يوقف معنا، يعني باش يعطينا يتدخلنا في هذا الموضوع هذا، لان حتى شي مسؤول كيوعدونا ولكن حتى شي مسؤول ما وفى بالوعد ديالو معنا، بحكم ان كل شخص كيحتوي على رسم عقاري. اشتركوا معنا في قناة طنجة 24، ضغطوا على جيم وما تنسوش تفعلوا الجرس.